الهلال بدون خسارة، الهلال في صدارة الترتيب، الأهلي كذلك كان حاضرا في هذه المباراة وأدى بشكل جيد، هذا مجمل ما قيل حتى الآن. بسأل أبو أميرة فنيا ليش ظهر ياسلة بشكل في الشوط الأول واختلف في الشوط الثاني، والكلام أيضا ينطبق على جيسوس. برافو عليك، أول شيء ألف مبروك بالتأكيد للهلال، هارد لك للأهلي، شكرا لجمهور الفريق صراحة، جمهور الأهلي اليوم أبدع وأمتع، وجمهور الهلال أيضا الحاضر بصراحة لوحة عالمية في التشجيع، برافو عليهم صراحة، أثروا المباراة حقيقة. سؤالك جدا عميق، أول شيء لو تراجع كل مباراة أهلي، واليوم الأهلي أمام الهلال، المدرب الوحيد الذي يتفوق على جيسوس في الدوري السعودي هو ياسلة في كل المباريات. لكن إيش اللي بيحدث؟ نجي للشوط الأول، إيش سوى الشوط الأول؟ طبعا لعب دفاع مش متأخر جدا، متوسط تقريبا، مع عمق دفاعي عشان لا تلعب الكرات الطويلة من نيفش، ضغط على نيفش وسافيتش ما خلاهم يلعبوا، ما خلاهم يتنفسوا الشوط الأول كامل. النقطة الكبيرة جدا والقوية في الهلال في الأهلي في التكتيك، لو تذكروا كلنا معانا الشوط الأول، طبعا هو عارف أنه لاعب الهلال حيضغط ضغط متقدم، إيش سوى؟ حارس المرمى ما شاء الله الرائع اللي أحب أشيد فيه الصانبي، ما شاء الله تبارك الله، هذا المفروض في معسكر المنتخب بكرة، ما شاء الله عليه، مش ندى هذه المباراة اللي لعبها كلها كان نجم. جميل. المهم ارجع لتكتيك المدرب، الحارس والمدافعين، ايش بيسوي الاهلي؟ ما بيطلعوا بالكرة بالبناء، بيلعبوها طويلة خلف الضغط الهلالي، يعني يوصلها للمدافعين الهلال. جميل. ويلعب على الكرة الثانية، لو تلاحظ كل لعب الاهلي الكرة الثانية تنزل ياخذها محرز، ياخذها كيسيه، ياخذها تراس، ويعملوا هجمات خطيرة جدا، وجاء واحدة منها هدف. اللي اضر الاهلي انه ما سجلوا هدف ثاني او ثالث الشوط الاول، كانوا يستطيعوا. ايضا عدم وجود راس حربه بصراحه، توني كانه مدافع مع الاهلي مع الهلال، لا كنترول، لا يطلع مع كوليبالي، لا يضايق، لا يتحرك، راس حربه انجليزي بهذه القيمه ما يعرف يحاور واحد بواحد، مستحيل مستحيل راس حربه بهذه القيمه. مشكله جات للاهلي جديده بدل المشاكل الموجوده، ابعاد ماكسيمان وتجيب لاعب مثل هذا خساره كبيره.